بوصفه جديده ديال الباذنجان مقلي في الزيت، ولكن هاد النوبه بطريقه خاصه ديالي. يعني ما يطش الزيت ملي تتقليه، تندير تنقطعو اول تنحتاجو الباذنجان، وتنحتاجو معلقه السكر، معلقه ديال الملحه، الدقيق باش نخلطو، وعندنا الثومه والزيت اللي القلي، هادو اللي القلي. على بركة الله تنبداو نقطعو الباذنجان على شكل دوائر. تناخدو السكر والملحة تنخلطو الخليط ديالنا مزيان، هاديك السكر والملحة تيطلق لنا الماء ديالو. من بعد ملي تيتخلطو مزيان تنصفيو من الماء ديالو، بعد ما خلطنا الدنجل ديالنا دابا غادي نصفيو داك الماء اللي طلقها، هو الماء ديالو اللي طلق، غادي نصفيو، ومن بعد عاد نديرو الدقيق. دابا غادي نديرو الدقيق ديالنا ونمرمدو في الدنجل ديال دابا. هاد العملية اللي تنديروها باش ما يمتصت ليناش الزيت، يجي الدنجال بدو زيت، يعني يكون يمتص الزيت. دابا غادي نمشيو نغسلوه، بعد ما غسلناه خلينا يتقطر مزيان، عاد من بعد تنقليوه. بعد ما وضعنا الزيت في المقلاة وتسخن، تنديرو واحد جوج دروس ديال الثوم باش تعطي النكهة زوينة للدنجال ديالنا. دابا حنا كنوضعو الدنجال ديالنا باش يتقلى، هو دابا كيتقلى الدنجال ديالنا، ملي يتقلى ان شاء الله ها هو هذا الدنجال اللي قلينا، ها هو كيفاش شفتوه كيفاش تيجي، ما امتصش لينا الزيت، لان الزيت اللي درنا باقا في المقله. ها هي دابا غادي ندوزو باش نديرو ديك الخلطه مع الدنجال. تناخدو الدنجال تنقطعوه على جوج ولا ثلاثه ولا اللي بغيتو، بعد ما قطعناه ها هو دابا غادي نشرملوه. ها هما المواد اللي بغينا نشرملو به الدنجال ديالنا. تنحتاجو سميتو الكمون، تحميره ولا بابريكا، الملح، والثومه جوج دروس الثومه محكوكين، وعندنا الخل، وعندنا المعدنوس. على بركة الله نخلطو هاد المواد كلها. نديرو شويه الخل، من بعد نخلطو. ها هو الشكل النهائي ديال الدنجال ديالنا بهاد الخلطه ديال التوابل اللي تيجي لذيذ. جربوا وردوا عليا الخبار، تيجي فن روعه. بالصحه والراحه. الى فيديو ان شاء الله، مع السلامه. عندكم تنساو ما ديروا لي لايك وهذا واشتراك باش هذا، وديروا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه.